الصلاه والمحبه من اجل كل تعليم اوضحته لنا. نعظمك من اعماق القلب يا رب، فعلا استصلينا بذلك وكنت لنا كالتفاح بين اشجار الوعظ. اشكرك يا رب من اجل ما اسمحت به يا الهنا. يا رب علمنا فعلا ان احنا نعيش دي وتكون انت الاول، وان يا رب تنعكس كلامك وكلمتك في حياتنا وتصرفاتنا وكل امورنا. يا رب نحن نعترف بضعفنا، نعترف امامك بكل ما فينا، لكن بنلجأ الى جلالك، وانت الذي تستطيع ان تعطي